الرموز لسن اللقاية لأبناء القبائل في هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير، حيث انطلق قبل لحظات وحوالي قبل كيلومتر تقريبا من نقطة بداية هذا الشوط، شوط الأصايل المحليات اللقاية لأخواننا أبناء القبائل، وهو شوط الإنتاج، شوط الإنتاج الخاص. مشاهدينا الكرام، نتمنى التوفيق. هذه مقدمة هذا الشوط الذي يحمل 20 شعار واسم مشارك، نرى في المقدمة يوازي للسيد خلفان بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي في سيطرة على زمام الأمور مع بداية هذا الانطلاق. المركز الثاني اللي تحتله مياحه للسيد عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، بينما نرى من الجانب الآخر اللي انتقلت وغيرت إلى المركز الثاني. مشاهدينا الكرام، هذه هي فهده للسيد سعيد بن علي بن محمد بن شفيان العامري، بن شفيان العامري، واللي غيرت إلى ثاني المراكز. المركز الرابع، نرى من تحتل المركز الرابع مشاهدينا الكرام، مياسه للسيد راشد بن علي بن خصيبة الظاهري. وفي المركز الخامس اللي هي الشاهينية للسيد محمد بن سيف بن علي بن راشد بن سويلم الاجتبي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى. أيضا هناك أسماء لم يحن موعد دخولها لمقدمة هذا الشوط. الكل هنا يبحث عن الكأس، كأس المحليات، هجن الدار، العمانيات، هجن الأمن والاستقرار وللرياضة الاستمرار. يا سلام، المحافظة على هذا النوع من السلالة الممتازة والمتميزة والصابرة والطموحة دائما في أشواط الرموز وغيرها. نعود إلى مقدمة الشوط، حيث كأس الشيخ مكتوم بن راشد طيب الله ثراه في مقدمة هذا الشوط، تقود هذا الشوط اللي يحمل كأس ذهبي بالمرموم 2014. يوازي، يا سلام يا سلام، الكل يتابع، الكل يرى عبر الهواء مباشرة وعبر قناة دبي ريسنج وعبر القنوات المصاحبة لنقل هذا المهرجان الختامي الكبير. يوازي السيد خلفان بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي مسيطرة على مقدمة الشوط، في الوقت الذي نرى هناك ملاحقة لمن خطف الكأس مشاهدينا الأعزاء في الشعار يشبه يقارب له الشاهينية للسيد محمد بن سيف بن علي بن راشد بن سويلم الاشتبي. مشاهدينا اللي مسيطرة على المركز الثاني وحاط عينها على كأس الشيخ مكتوم، يا سلام. المركز الثالث، دخول على المركز الثالث وهجوم مبكر من حاملة رقم 17 اللي هي مياسة للسيد راشد بن علي بن خصيبة الظاهري، اللي انتقلت بشعارها وظهرت بشعارها إلى المركز الثالث. المركز الرابع، مياحة للسيد عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، دير بالك يا بن ذيبان، كأس غالية في الانتظار، انطلق إلى هناك. المركز الخامس، مكمل خمسة نجوم هذا الشوط اللي دخلت في النداء، في هذا النداء تتدخل حاملة رقم 3 هملول السيد سيف بن نايع بن سالم الغبري في المركز الخامس. يا سلام، 1800 متر على خط النهاية، بدأنا بالاقتراب من الكأس، من الكأس الخاص بالمحليات الأصايل في سن اللقاية لأخواننا أبناء القبائل، أحد الداعمين لهذه الرياضة وعشاقها وأحبائها الذين يشاركون في كل المحافل والمهرجانات. ها هي المقدمة، لا تزال يوازي في المقدمة، تقود مشاهدينا الأعزاء برقص الظباء، برقص اليوازي إلى مقدمة الشوط على عرضها المميز وسيطرتها من البداية. ولكن يبدو أن الهجوم، بدأ الهجوم على كأس من كؤوس المرموم. إخواننا هل المدام يبون رمز ثاني اليوم؟ الله، يا سلام
يا سلام يا سلام، تغيير تغيير من قبل محمد بن سيف بن علي بن راشد بن سويلف. أنا اشتبي شاهنية، ولكن دخول دخول مياحة. الله يا مياحة، الله يا مياحة، أحد أكبر مصانع في الجنوب تنتظر هذه الأخبار السعيدة مشاهدينا الأعزاء. 1200 على خط النهاية، وصولنا إلى الخطر، إلى موقع الخطر، إلى تقلب الأوراق وإلى الموازين اللي تنقلب هنا. هذه مشاهدينا الأعزاء مياحة السيد عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، طار بالكأس العامري، إن لم يهاجم فقد طار بالكأس. 800 متر أو كيلو متر تقريبا على خط النهاية، وها هي مياحة، مياحة ماحت بالكأس، ماحت بالكأس، لكن هل المدام قادمين 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 للدفاع، للدفاع عن لواء الرموز، للدفاع عن مكانة الرموز اللي حققها اخواننا اهل المدام. يا سلام، لكن السيطرة في المقدمة وحتى هذه اللحظات من مياح السيد عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، يوازي قادمة، يوازي قادمة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مجموعة من اليوازي وليس فقط واحد، يعني الضبع اليوازي الأريام بن ظبيان صمودها قوي، بن ظبيان صمودها قوي، باحثة عن كأس المحليات. يا سلام، دائما تحضر هذه السلالة في كل قوة، متخصصات في مسافات الكؤوس والمشقة والطوال. يا سلام يا مياحة، كأس المرموم، كأس الشيخ مكتوم، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح الجنات. ها هي مشاهدينا الكرام مياحة تخطف كأس المحليات، كأس هجن الاستقرار والاستثمار والدار. الله، على الإطلاق على الإطلاق، السلام لإخواننا في القوع والوقن. يا سلام يا سلام، السلام لجميع المناطق اللي يخص هذا الشعار اللي تحمله مياحة للسيد عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. تهانينا والناموس على خطف هاني كأس الشيخ مكتوم. الثانية يوازي للسيد خلفان بن أحمد بن محمد القبيسي. المركز الثالث فهدى للسيد سعيد بن علي بن محمد بن شفيان العامري. والمركز الرابع الشاهنية محمد بن سيف بن علي بن راشد بن سويلم الاجتبي. المركز الخامس للسيد محمد بن عتيج بن علي الاجتبي، وهي منصورة. هكذا مشاهدينا الكرام انتهى شوط كأس المحليات الأصايل، وما هي إلا العودة للحظات وصول مياحة وخطفها للكأس وتوقيتها الزمني. مشاهدينا الأعزاء، نرى ماذا حققت من الأرقام في الخمسة كيلومترات في لحظات ينطلق فيها شوطنا الثالث. مشاهدينا الكرام، التوقيت الزمني، ها هي مياحة اللي خطفت هذا الكأس بكل قوة بكل افتخار، وتحياتنا وسلامنا لإخواننا في مصانع الجنوب. هناك 7 دقائق 48 ثانية، جزئين من الثانية. التهاني على فوز مياحة للسيد عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري على هذا الكأس. يوازي فازت بالمركز الثاني، وللتعرف على توقيتها ننتظر وصولها، إعادة وصولها إلى خط النهاية في لحظات المنافسة في شوط كأس المحليات. 7 دقائق 53 ثانية، 7 أجزاء من الثانية اللي فازت بالمركز الثالث وحققت هذا الرقم والمكان المرموق في هده لسعيد بن علي بن محمد بن شفيان العامري. وتهانينا والناموس له. التوقيت 7 دقائق 55 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين مشاهدينا الكرام.